مرحبا واضح، انا عبد الكور الرجل الاصفر. انا الاصفر ما بشرحه ابدا، كل لباسي اصفر، بالفرح بالعزاء والفرح بلبس اصفر، وبتقبلوني الناس الكائن فرح والكائن سوى عزاء. هذا اللون الأصفر صار هويتي وصار مستقبلي وصار إشو عزي وكرامتي وشهرتي في العالم، هو اللون الأصفر كله أصفر. أولاً لون حلو، وأولاً ثانياً اللون الأصفر بيعطي هيك الفرح والبهجة والسرور للناس. البطانية تتخذ قدامك، تقومي كل الأدخل، البيجامات الداخليات الخارجيات الطواقي اللفاحات كله أصفر أصفر أصفر. التمثال تبعي مكتوب أبو زكور الرجل الأصفر ترامب حلب، محطوط في أحد المحلات في العزيزية، وكل الناس في أي حق سوريا بتيجي بتصور عند هذا التمثال، وهذا فخر إلي، وهذا بتمنى أن يحطوا لي تمثال ثاني بالشام هيك. أنا حلمي أدخل كتاب جنيس، ودخلت كتاب جنيس، وراي أدخل كتاب جنيس، لأني أنا 40 سنة ما حدا بقدر بيلبس 40 سنة فرد لباس. ثانياً أني أنا اليوم الشعب بيحبني، وأنا هلأ أدب بدي أساوي مثلاً أمشي بالشارع، بقول لك الشارع كله أنا بمشي بالشارع بمدينة حلب، الشارع كله ما بخلي السلامات كله عم سلم علي رايح وجاي. بشكرهم على محبتهم وألفتهم إلي، كل شيء عم يشوفني الآن على الكاميرا يحبوا بعضهم ويتعرفوا مع بعضهم، وأنا بتمنى لهم المحبة، يحب نحب بعضنا كلياتنا مع بعضنا. باي.